تخليدا لذكراهم العطرة وتأكيدا على مواقفها الوطنية في أحلك ظروف، احتضنت جمعية الثقافة الاجتماعية أسر شهداء مسجد الإمام الصادق عليه السلام خلال حفل تكريمي تخللته بعض العروض الفنية المتنوعة. رحلوا من هذه الدنيا في سجدة أخيرة كبروا قبلها وهم صائمين، ليفارقوا الحياة الدنيا بما فيها من متاعب ومتاع، ليلحقوا بالشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. ولكن تركوا من ورائهم في هذه الدنيا من يشتاق للإقائهم. قل الفراق شيء صعب، صح الفراق على شيء يسوى نفس الشيء صح، لكن هم أول وتالي إحنا يعني موجودين هنا بالدنيا، مو بيدنا الشيء هذا، مو بيدك انك تشتاق حق احد وانك تحب احد، احد عزيز على قلبك راح منك، يعني مو شيء سهل. لا يمكن ان ننسى الشهيد او ننسى احد من الشهداء اللي راحوا. لعلم الجميع شهيدنا اللي هو الوالد الغالي كان خادم للامام، ولحد الحين اخواني ماشيين على وصيته في مساعدات حق الحسينيات، لانه كان امنيته يروح عند الامام. نتأسى بالسيدة زينب اللي افتقدت أخوها إمام حسين سلام الله عليه، وإحنا ما لنا إلا الصبر إن شاء الله، وإن شاء الله يكونون شفاعة لنا الشهداء. لما يدش علينا شهر محرم فاقدين الشهيد أبوي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. تخليدا لذكراهم العطرة وتأكيدا على مواقفها الوطنية في أحلك الظروف، احتضنت جمعية الثقافة الاجتماعية أسر شهداء مسجد الإمام الصادق عليه السلام خلال حفل تكريمي تخللته بعض العروض الفنية المتنوعة. نشكر الجمعية اللي سووا هذا الحفل، كان حفل كلش يعني حلو جميل متعب عليه. الفعالية هذه ترد الروح الوطنية حق ذوي الشهداء وبقية المواطنين الوافدين في دولة الكويت، يعني تخلينا نتذكر دائما من أيام الغزو شلون صار الغزو الصدامي، تذكرنا أن لازم نكون كلنا سنة شيعة حضر بدو صف واحد تحت شعار الوطن الكويت. يأتي هذا التكريم لأسر شهداء مسجد الإمام الصادق عليه السلام في لسان حال ينطق ليقول: لستم وحدكم من فجع بفراق الحبيب أو القريب، بل إن شهداءكم هم شهداء لهذا الوطن.